الاقتصادية الصعبة التي نعيشها اليوم في مجتمعاتنا العربية على أكثر من صعيد، تبقى الأيادي البيضاء تفعل فعلها، ويبقى التعاضد بين شرائح المجتمع يؤمن بصيص أمل وبادرة خير. ومن هذه المبادرات تكية أم علي في الأردن، ومعنا في الاستديو المتحدثة الرسمية لتكية أم علي سحر ظاهر. أهلا بك سيدة سحر. شكرا. أهلا وسهلا مايا من هونيك.